بعد 7 أسابيع أكد الطلاب حضور بنادي المشاهير. الناس حفظت وجوههم وصاروا ينطروهم، والكل عم بيسأل من هلأ مين منهم رح يحمل اللقب. قبل كل صعود على المسرح في تركيز، في رهبة، في ترقب، وفي سعي أكيد لنيل رضا الجمهور. كل ما بيتقرب نهاية البروجرام كل ما بيصير صعب إنه يروح حدا منا. بهالمرحلة المتقدمة الطلاب عم بيقدموا مستوى عالي، والفوارق بين الأول والأخير كتير بسيطة، ومين ما طلع نوميني بتكون الضربة قاسية على الكل. ادعولي بليز، ادعولي. ناوي فاجئ الكل، إذا اليوم حيكون آخر يوم إلي حخلي يوم ما ينتسى. إن شاء الله حتى لو دي آخر يوم ليا، I'm going out with a big bang. متوتر يعني مستني النتيجة، لأن أي حد فيهم هيخرج يعني النهاردة زعلانين. أسوأ موقف. قبل كل أغنية خوف، بعد كل أغنية راحة. أنا كتير مبسوط. والكواليس اللي أدوا أغنياتهم ارتاحت أعصابهم، وإجمالاً الكل مرتاح، الكل إلا بدرية. بس طلعت شفت ناس حاملين علم تونس صاروا هيك بيعملوا لي هيك كلهم، يعني وكأني مش من بلدهم. قصرت كتير، خربت بالكلام، سيت كل شيء، يعني تنحت. أنا بالحق مجروحة، طولي جي جسم من وين صبالتها. وبقيت زعلانة لأعلان التوب فايف. أما المرتبة الأولى بدرية، التوب وان نهديها لشعب تونس اللي نمثله أنا والبابا وامي أكيد. ولتعبر عن فرحها أهدت فوزة لبلادها، ومين أهم من بلادها. بهيك برنامج دايماً في طلعات وفي نزلات كمان، النوميني ممكن يصير بين التوب فايف. إن شاء الله توب وان الأسبوع الجاي. وهالتقلب منسميه هبات باردة وهبات سخنة، وهالليلة الهبات كانت حامية. خمس نجوم لرانيا وهيك بنوقف لرانيا. من شدة التأثر ميرال فقدت وعيها من بعد ما رجعوها زملائها. وبالوقت اللي كانت عم ترجع لحالتها الطبيعية كانت رانيا عم بتودع المسرح لآخر مرة. خرجت رانيا بدموع وبسمة. بلحظة مرق براسها شريط الذكريات. اللي بجد تعبني الولد الصغير اللي بيعيط بيعيط عشاني، يعني دي نسيتني ان انا طلعت خلاص. التجربة صعبة، كنت بنعيش احاسيس يعني ممكن نعيشها بعد 50 سنة احنا بنعيشها دلوقتي، وممكن في ثانية يعني عمري ما هنسى التجربة دي في حياتي بجد. تركت رانيا الأكاديمية وبقي صدى ضحكاتها يتجول بين الغرف، وبقي شي من الدلال والحلا مفلوش هون وهون.